بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. طبعا احنا حقيقة اليوم في هذا اللقاء نحب أن نتكلم على ما تم بالأمس من تشكيل غرف خاصة بمجابهة حالات الطوارئ التي صحبت التنبؤات الجوية أو التحذيرات الجوية من المراكز متابعة الرصد الجوي أو الطقس بصورة عامة. شكلنا بالأمس غرفة طوارئ تضم كل الفريق الذي يجب أن يكون فيها من شركة المياه والصرف الصحي وأجهزتنا في الشؤون الاجتماعية والتضامن والعديد من الجهات التي يجب أن تكون داخلة في هذه الغرفة ولمواجهة هذه الحالة. لحد الآن أمورنا طيبة وأمورنا لحد الآن تحت السيطرة بالكامل، ونحن نطمن أهلنا وناسنا أن نحن متابعين على أساس أن تكون هذه المتابعة دائما في صميم العمل اللي نطمح به هذه الغرفة. وهذه الغرفة حقيقة بعد المراجعات لكل الجهات التي تحتويها رأينا أن هنالك استعداد كبير، وأن رأينا أن هناك فعلا يعني نتيجة كبيرة ستقدم إذا كان في حالة الطوارئ. الأمر الآخر، احنا حقيقة يعني دائما نتكلم على الواقع العادي والواقع المألوف، ولكن لا سمح الله في حالات الطوارئ القصوى كذلك سنتخذ الإجراءات، ولكن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا نعلم قضاء الله وقدره، ومجابهة هذا العمل هو أمر يعني غير طبيعي، فبالتالي سيكون يعني استعداد كافة المواطنين كذلك يجب أن يكون على مستوى هذه الحدث، وأن يتعاون كل الجميع. ولنبو احنا المواطن على الأقل هو نفسه يساعد نفسه، وعندما يساعد نفسه يعتبر ساعد نحن حتى في حالات الظروف القاسية. نبو المواطن الآن يدير مراجعة لبيته اللي عنده بعض المشاكل البسيطة، ويشوف أسقف البيوت ويشوف ممرات المداخل، وكذلك يتعاون مع المحيط العام لديه كيف يهيئ كذلك ويكون مهيئ، بحيث لا سمح الله في حالات معينة ستكون هناك فرق طوارئ تلجأ لهذه الأماكن تكون على الأقل ميسر السبيل إلى الوصول إليه. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما يرعانا برعايته، وأن يجعل هذا الغيث غيث نافع، وأن لا نسأل الله رد القضاء، ولكن نسأل اللطف دائما فيما قضاه، ونطلب من الجميع التعاون، ونطلب من الجميع الاعتماد على النفس جيدا، لأن الاعتماد على النفس هو كذلك يعني مساعدة كبيرة للجوانب الأخرى والجهات الأخرى اللي بتساعدك. وهذا دائما نحن ما نقولوه، يعني في جانب البنية التحتية عملنا ما نستطيع من شهر 8، وإحنا دائما كل سنة نحاول بقدر الإمكان، ونتوقع دائما فيه طوارئ، فعملنا تهيئة الشبكة العامة. ولكن إذا كان جت كميات كبيرة من الأمطار هذا لو ما تعباش بس على الشبكة، لأنه بيفوق قدرة الشبكة وبيفوت العمل الاعتيادي. فنسأل الله للجميع السلامة وبارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله في مراسلات أخرى. شكرا.